يا مساء الفل على كل متابعين قناة هيا، وتحديدا برنامج حاجة مهمة. أهلا بيكم في حلقة جديدة. الحقيقة أنا وفريق عمل البرنامج اخترنا موضوع من وجهة نظرنا جميل جدا جدا، ولأنه بيخص أطفالنا بصفة خاصة، ألا وهو الإتيكيت عند الأطفال. من المعروف أن مرحلة الطفولة هي من أهم المراحل في التربية، والتي تعني بثقل شخصية الطفل، إذا تعتبر هذه المرحلة أساسية لتعليم الطفل القواعد والأسس التي تمكنه من التعامل مع الآخرين بأسلوب مهذب وكويس، وكمان بتعلمه كيفية الرد عليهم بطريقة صحيحة دون الانتقاص من الآداب الحديث معهم أو الإساءة إليهم، وهذا سيجعل الطفل محبوبا في نهاية الأمر، ويعرف هذا الأسلوب المهذب في وقتنا الحالي بمصطلح الإتيكيت. فكيف يمكننا تعلم أطفالنا الإتيكيت؟ وهل العادات والتقاليد بيكون لها تأثير على أطفالنا؟ وهل قواعد الإتيكيت عند الأطفال بتكون رفاهية؟ أسئلة كتير جدا محتاجين إجابات عليها، عشان كده حبينا نناقش كل الموضوعات دي تحت عنوان فن الإتيكيت عند الأطفال. وهيكون معايا في استوديو حاجة مهمة الدكتورة شيرهان الدسوقي، مدربة التربية الإيجابية والإتيكيت المعاصر. ولكن بعد الفاصل استنونا.